أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معي عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج العقرب الأربعاء 7 أبريل 2021. حاول أن تكون أكثر ابتكاراً لتحتفظ بموقعك المتقدم في العمل، وهذا يفرض عليك الهدوء وعدم التسرع. عليك أن تساعد الشريك ليتمكن من التعبير عن حقيقة مشاعره، وخصوصاً بعد يوم من الترقب بينكما. قم بما هو مطلوب منك بعد تعرضك لنكسة صحية أثرت كثيرا في قدرتك على العطاء. عاطفيا للأعزب، لا تدع مشاغلك العائلية تنعكس سلبا على علاقتك بالشريك. من الأفضل أن تلتزم مواعيدك. للمرتبط، حين تفرض الغيرة نفسها فإنها قد تفسد العلاقة. تجنب المشاكل الزوجية والعاطفية فهي لن تعود عليك بالمنفع. مهنيا، قد تتعثر بعض الأمور فترة محددة، لكن ذلك ينقلب سريعا في مصلحتك. كما حاول أن تراعي مصالحك الذاتية واهتم بعملك، ولا تدع الحياة تأخذك إلى غير الطريق الصحيح. صحيا، تجنب اللحوم الغنية بالدهون. إذا كنت تعاني من السمنة في منطقة البطن، فتجنب تناول المعجنات والمخبوزات بالدقيق الأبيض. توقعات خاصة للرجل: جو من التفاهم في محيطك العائلي والمهني، وتتحرر من بعض القيود أو الأثقال. أوقات مناسبة للزيارات أو للتواصل اليوم خاصة في فترة المساء، وتذكر الحياة مستمرة سواء ضحكت أم بكيت، فلا تحمل نفسك هموما لن تستفيد منها. توقعات خاصة للمرأة: دعي حدسك يقودك اليوم لأنه دائما على حق. استمعي لأحاسيسك، راقبي واستفيدي منها. فكري جيدا قبل القيام بأي خطوة، وبكل أكيد من حقك الافتخار والثقة بنفسك. عاطفيا للأعزب، تحلمين بالشريك المنتظر وتسبحين في عالم من الغموض والتأمل. تتخيلينه كما ترغبين به أن يكون، وتعيشين معه لحظات حب مشتعلة. فارجعي إلى عالم الواقع ولا تذهبي بعيدا في بحثك.